وصلت السويس بالليل وكان في ناس كتير جدا برضو في استقبالي. واضح كده ان مدن القناه فيها حركه شويه في موضوع العجل وموضوع الرياضه. انبسطت جدا من الموضوع ده. استقبلنا مجموعه من الشباب بتركب عجل. نقدم الفكره بشكل مختلف، ان احنا بنعمل مثلا رايد كل اسبوع كل جمعه، بنحاول نوصل للناس فكره العجله عامه بشكل مختلف. الناس اللي بتخش مثلا بالعجله بتروح شغلها بالعجله، مهندسين، دكاتره، مش مرتبطه بفئه معينه. يعني ابتدت مؤخرا ان السويس ينتشر فيها العجل من 4 سنين. ده من اول الحمد لله ما بدات ان انا اعمل موضوع الرايدات، كانش فيه الاول بنات مثلا ممكن تركب عجل. ابتديت ان انا اوفر عجل للبنات عشان خاطر ينزلوا ويجربوا. احنا عامه بننزل دايما الصبح بدري بحيث ان السويس بتكون فاضيه بمناظر كويسة، ما يكونش في زحمة. عايزين الناس تنزل تكتشف مصر عامة، ولو هي هتنزل حتى بالعجلة هيبقى موضوع أظرفي. زي اي حد كنت بلعب عجل وانا صغير، وبعد كده توقفت فتره، ابتديت ارجع تاني للعجل من فكره الايفنتات اللي بتتعمل كل يوم جمعه. قلت ليه تبقى حاجه جنب الشغل، انزل لازم اتحرك. سويس هنا مليانه اماكن كتير قوي تقدر ان انت تتحرك فيها بالعجله بتاعتك. حته مثلا زي البورتفيق وحته بتاعت القناه، انت ممكن تقف هناك بس جاست ان انت تقف بالساعه وبالساعتين وبالثلاث ساعات عشان تتفرج على مراكب بتعدي.